النادي كان يعاني، وطبيعي اللي منتمي للنادي وان كان بعيد عنه جسديا لانه اكيد مرتبط به وقلبه، والنتائج تبي توصلك مهما كان، اذا قالوا ان هزم تبي تتاثر. فلما وصل الامور الى حد معين والنادي وقف انه ما لقى احد يراسه، انتهت فتره رئاسه الاستاذ ناصر الحماد ولا تقدم له احد، اعلنوا وزاره الرياضه اعلنوا ولا تقدم احد، انتهت الفتره ولا تقدم احد، اعلنوا ثاني مره ولا تقدم احد. طبعا انا لجأت زملائي بالفريق، ما كان بيننا ارتباط وثيق، بالمناسبات الاعياد نشوف بعض، كلمتهم لعلاقتي، وكانت علاقتنا وحنا صغار يعني عمره 16 تركنا كرة اكثر من رائعه، ولا صار بيننا كله يعني ود وتآلف. كلمتهم وجوا عندي بالبيت، النادي وضعه سيء، ايش رايكم من ندخل احنا كمجموعه؟ قالوا بس صعب، يعني كانوا رافضين، خاصه نائب الرئيس اللي هو زمن الصادر كان يعايش كل فترات النادي، ما انقطع ان النادي تواصل مع الاداره الاخرى، ويعرف وضعه اكثر منا، وانه مديون وعليه دين، والوضع صعب اكثر مما يطاق او يتصور انك تدخل، ما في امل. لا ما لا الا نبي ندخل، نبي ندخل. قلت انا لازم ندخل، لازم ندخل، الوضع يتطلب اننا ندخل، احنا هذا نادينا ولازم نسوي شيء. دخلنا النادي، ويوم دخلنا النادي كنا عند ما كان عنده رصيد ممتاز، كان 19 ريال اللي 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 موجود بالخزينه. وبدينا بالمرحله هذه، بدينا نبني، بدينا نعمل، بدينا ولا توفقنا حقيقه. بديت الدوري اللي عاد مسكناه واحد 5 هزائم ورا بعض متتاليه، الأولى هزيمة، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس تعادلنا. بعدها بدينا نطلع. حقيقي أنا ما أخفيك سر، الهزيمة الخامسة هي اللي قالت لي تبي تطلع. لأنه أول ما انهزمنا نزل مركز الجبلين عبارة يقول الجبلين يفوز على متذيل الدوري. به تهكم وبه استنقاص. حقيقي قلت اقسمت لحد الزملاء والعيال عندها بدا تقسم بالله انا ما ادري وين بروح، لكننا فوقهم بالترتيب، وين احنا؟ ما صاروا هم الرابع وحنا الثالث، طلعنا ممتاز. يوم يقولون الكلام هذا وبيننا وبينهم 13 نقطة، ما في فرق هذا. لكن باخر 7 مباريات كان الفريق رتمه عالي، يفوز بحايل برا، حايل. وكنا راصدين مكافأة للاعبين، المكافأة ما تأخر أبدا، أول مول نعطيهم المكافأة، ومعهم أي مباراة بأي مكان، الحساء أطلع معهم للحساء بالسيارة، من الرياض أطلع السيارة للحساء، نجران نروح، يقدون قعدنا مرة لعبنا مع الشرقية، ومن الشرقية طلعنا للنجران على طول 10 أيام برمضان أبد، تركنا لنا 10 أيام معهم، ولين ولا الحمد تيسر فضل الله سبحانه وتعالى. ثم التكاتف الموجود بين المدرب، بين اللاعبين، بين الإدارة والجماهير الطائي، عاد شيء ثاني، جماهير الطائي مميزة جدا، ما هي جماهير، هي أكثر ما هي مرتبة أعضاء مجلس إدارة، مرتبة لعيبة بالملعب، مرتبة يعني ما تتخيل وش يسوون الجماهير، يدفعون أحيانا تنزل علينا مخالفات بالاتحاد السعودي، أما بدل انتقال لاعب، بدل تدريب تدفع، أبد يسوون قروب ويجمعون المبلغ ويعطون فيه على طول يعني. ولها السبب البيئة اللي في الطائي هي اللي كانت دافعة جدا، أننا متى قدرنا نتقدم؟ قدرنا يوم بقى مباراتين انهزم الجبلين، وهذا متمسكنا به لين جاء آخر مباراة. آخر مباراة طبعا كلنا طالعين سوا، وحنا كنا دائما ندعي كل مباريات اللعيبة، يدعون الكابتن عبد العزيز الحرابي كان هو اللي يقول الدعاء، دعاءهم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. المباراة هذه كنت أنا معهم، قالوا أنت دع دعينا، وكانت مغطاة وعندهم يعني توقع الصعود، المركز الإعلامي مستنفر يسجل كل جزئية، وصوروا وانتشرت، كان يعني كان ينزل نزل تعليقات بعض مليح يقول على حسبهم رايحين حج.
والثاني يقول عمري، والثاني وهذا ترى يوم كنا لاعبين نسويه بالممتاز.